أغلق مصطفى حاجي مساعد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الباب أمام إمكانية عودة عبد الرزاق حمد الله لكتيبة أسود الأطلس، مؤكدا أن موضوعه أصبح من الماضي، وأكد أن النخبة الوطنية أكبر من الجميع. وقال حجي في حوار مع موقع في جول المصري: حمد الله خلفنا ونحن لا ننظر للوراء، بل نركز فقط على المستقبل. عبد الرزاق لاعب عظيم وأنا أقدره كشخص، ولكن ما حدث أمر مؤسف. وأضاف: المدرب يختار على من سيعتمد، لكن أن تعترض على ذلك فهو أمر سلبي لك وللمجموعة. شخصيا من المؤسف أن لا أرى حمد الله مع المنتخب المغربي. واختتم قوله: الوقت يمر بسرعة، حين تكون لاعبا على المستوى العالي عليك أن تتقبل بعض الأمور، من بينها أن المنتخب فوق الجميع. علينا حسم الأمور واختيار لاعبين محددين، والمدرب هو من يقرر في هذا الشأن.